قبل أن ينتشل الفلسطينيون شهداءهم ضحايا الغارات الصهيونية في رفح جنوبي قطاع غزة، يقترف الاحتلال مجازر مروعة في المحافظة الفلسطينية توقع هي الأخرى عشرات الشهداء والمصابين. ليلة اليوم 28 بعد 100 من الإبادة الصهيونية في غزة، استشهد 25 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات إثر قصف منزل يؤوي نازحين شرقي مدينة رفح. خلال الساعات 24 الأخيرة شهدت مدينة رفح عدة مجازر صهيونية أسفرت في مجملها عن استشهاد نحو 58 فلسطينياً وفق إحصائيات رسمية، فيما يتواصل البحث عن عشرات المفقودين. رغم نجاتهم من الإبادة الصهيونية مؤقتاً، يقيم آلاف النازحين هنا على بعد أمتار عن الحدود الفلسطينية المصرية المسيجة في خيام بلاستيكية قلما يجدون فيها ما يسدون به رمق صغارهم. لما طلعنا من البيت طلعنا، يعني انت عارف البنات مريضات والواحد ما يقدرش يشيلهن وما عنديش حد يساعدنا فيه، ونزحنا على المعسكر وبعدين طلعنا على البحر وصار قصف، والليلة يعني خدناها صعبة كان القصف فوق روسنا، وبعدين جينا على رفح، وهي رفح يعني مش قادرين ندبر حالنا، خيمة نايلون شفاف ومش قادرين ندبر حالنا ورمل، مش يعني فيش شي مكان آمن نقعد فيه وندبر أمورنا، والبنتين المريضات يعني هن مغلباتنا هيك، والمكان ضيق يعني كلنا فوق بعض نقعد، وفيش مأمن لأكل، فيش مأمن لشرب، فيش حتى مية نتوضى نشرب فيش. في رقعة جغرافية لا تزيد مساحتها عن 151 كيلومتر مربع فقط، يكابد أكثر من 1,300,000 فلسطيني بمحافظة رفح ظروف حياة مأساوية لا تشبه حياة البشر بسبب احتلال صهيوني يمعن في تقتيل المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم.